الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه آية عظيمة اشتملت على جمل طيبة من أوصاف أهل الرضوان. فمن أوصاف أهل الرضوان أنهم مسلمون، ثم أمر أخص أنهم مؤمنون، وأنهم أيضا قانتون وصابرون وصادقون وصائمون وخاشعون إلى آخر هذه الأوصاف. إن المسلمين والمسلمات، طبعا إن للتأكيد، والمسلمين والمسلمات إلى آخره، دي كلها اسم إن، وخبر إن أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ده خبر إن. وكان الخطاب مبدوءا بلفظ الإسلام، لأن هذا اللفظ يمثل العتبة الأولى لدخول الدين. يبقى الإنسان عندما يدخل الدين لا يدخل مؤمنا، وإنما يدخل مجتازا عتبة الإسلام، ولذلك هذه العتبة تجاز بفريضة الوقت، تجاز هذه العتبة بفريضة الوقت. فالإنسان قبل أن يقول فريضة الوقت يكون خارجا عن دائرة الإسلام. فريضة الوقت يعنى بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قال هذه الكلمة الطيبة عصم ماله ودمه وصار لساعته من جملة المسلمين. وعندنا حديث أسامة: عندما علا رجلا برمحه فقال الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوجأه برمحه فقتله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أقتلته وهو مسلم؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكررها كثيرا. ولذلك كان من أشد الصحابة حرصا في مسألة الدماء، كان من؟ أسامة بن زيد، كان أسامة بن زيد. حتى عندما ثارت الحرب بين الصحابة كان من جملة المعتزلين. أقتلته وهو إيه؟ ومسلم. ويدل على هذا المعنى أيضا حديث المقداد بن الأسود عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو قاتلني رجل من المشركين فأطن يدي ثم لاذ بشجرة، أطن يدي أي قطعها ثم لاذ بشجرة، فلما قدرت عليه قال لا إله إلا الله، أرأيت يا رسول الله لو قتلته؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قتله لكان مكانه قبل أن يقولها. في ماذا؟ في الدم، ليس في حكم الدين. يعني هذا الرجل المشرك قبل أن يقول لا إله إلا الله كان غير معصوم الدم، كان حلال الدم، لأنه إيه؟ لأنه مشرك. فلما قالها صار
حرم الدم. يبقى قبل أن يقول هذه الكلمة كان حلال الدم، فلما قالها صار حرم الدم، أي صار معصوم الدم. إذن عصمة الدم كانت بماذا؟ بلا إله إلا الله، ذي يسمى فريضة الوقت، يعني أول ما يقولها للوقت يكون معصوم الدم. فلو قتلته يا مقداد بعد أن قالها لصرت مكانه قبل أن يقولها. في ماذا؟ في أن تكون قد قتلت مسلما فتقتل بذلك المسلم. إذن الإنسان إنما يقف على عتبة الإسلام ليجتازها بفريضة الوقت، وهي ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. وبالتالي لفظ الإسلام ليس من ألفاظ المدح والتزكية، لفظ الإسلام ليس من ألفاظ المدح والتزكية، وإنما لفظ الإيمان هو الذي من ألفاظ المدح والتزكية. إذن يمكن لمرتكب الكبيرة أن نسميه مسلما ولكن لا نسميه مؤمنا، ولو قلنا إنه مؤمن لقلنا إنه مؤمن بحسب ما معه من إيمان، أو قلنا بأنه مؤمن ناقص الإيمان، لكن لا نقول عن مرتكب الكبيرة أنه إيه؟ أنه مؤمن، نقول هو مسلم، ولا نقول عن المنافق بأنه مؤمن ولكن نقول بأنه إيه؟ بأنه مسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك يا رسول الله، والله يعلم إنك يا رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هم كاذبون في دعاويهم ولكن هم مسلمون ولا كفار؟ في الظاهر هم مسلمون. النصارى واليهود والوثنيون وسائر الملل والنحل عندما يدخلون دين الله عز وجل لا يوصمون بالإيمان وإنما يوصمون بماذا؟ بالإسلام. قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا. إذا لفظ الإسلام هو اللفظ الأوسع، اللفظ الواسع، كل من هب ودب، كل الناس، كل من قال يا الله فهو مسلم، حتى لو كان منافق، حتى ولو كان قد أتى بكبير يدخل في لفظ الإسلام. فصار هذا اللفظ ليس دالا على التزكية، ها؟ ولذلك لم يؤثر عن أحد من السلف أنه نازع في مسألة أنا مسلم إن شاء الله أبدا، ولكن النزاع في ماذا؟ في لفظ الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله. والقول الصحيح عند أهل التحقيق، وهذا مأثور بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن مسعود وعن إبراهيم وعن علقمة وعن غيرهم، أن الاستثناء في الإيمان هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ لأن لفظ الإيمان من ألفاظ التزكية، فمن ثبت له الإيمان فقد ثبت له الجنة، بخلاف لفظ الإسلام يمكن يكون في الباطن كافر ولكن في الظاهر إيه؟ مسلم، لكن لا يمكن للمؤمن أن يكون في الباطن كافرا، بل لابد أن يكون في الباطن كالظاهر، في الباطن كليه؟ كالظاهر. وبالتالي لفظ الإيمان هو لفظ التزكية أخص من لفظ إيه؟ الإسلام. ولذلك ورد عن بعض السلف أنهم شبهوا الإسلام والإيمان بدارتين، فدارة الإسلام أوسع وفيها دارة الإيمان وهي أخص، فمن خرج من الإيمان دخل في الإسلام، ومن ارتقى في الإسلام دخل في الإيمان. طب من خرج من الإسلام خلاص بالسلام، الختم عليه على الجواز بتاع السفر بتاعه وشه،
يبقى من خرج من دائرة الإسلام خلاص ارتد خلاص. لكن من ارتقى في الإسلام، من ارتقى في الإسلام دخل في الإيمان. طب من كان مؤمنا فأتى بكبيرة سفل إلى ماذا؟ إلى الإسلام، حتى يتوب ويؤوب ويؤتي بالأعمال الصالحات فيرتقي مرة إلى ماذا؟ إلى الإيمان. إذن الناس تتفاوت درجتهم ما بين الإسلام والإيمان، ولذلك أتى لفظ الإيمان بعد لفظ الإيه؟ الإسلام، لم يقل إن المسلمين والمسلمات وبعدين أتى الصابرين أو أتى والمتصدقين، لا، ولكن أتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لأن الناس يتتراوح مقامتهم بين الإسلام وماذا؟ والإيمان. كل المقامات المذكورة بعض مقام الإيمان إنما هو من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان، أو إن شئتم قلتم من شعب الإيمان. يعني كل المذكور بعد والمؤمنين والمؤمنات ستجدون أنه من شعب الإيمان، سواء من الشعب التي يتأسس عليها الإيمان، أو الشعب التي يجب بها الإيمان، أو الشعب التي يكمل بها الإيمان، على الأنحاء الثلاثة. إذا في هناك شعب بيقوم عليها الإيمان اللي هو أصل الإيمان، وهناك شعب هو الإيمان الواجب، وهناك شعب هي كمال الإيمان، ده كله متعلق بلفظ الإيمان. إذا قال إن المسلمين والمسلمات، لأنه لا يتصور الحديث عن مراتب الديانة قبل أن نؤسس أول مرتبة، مرتبة الإيه؟ الإسلام، فقال إن المسلمين والمسلمات. طيب لماذا خص المسلمات؟ كان ممكن يقول إن المسلمين والمؤمنين، والمعلوم أن النساء يدخلن في الخطاب مع جملة الرجال، أن النساء يدخلن في الخطاب مع جملة الرجال، لعل في ذلك إشارة إلى ضرورة أن تنهض النساء، أن تنهض النساء ليحققن المقام، ليحققن المقام، فكان إفرادهم بالذكر تنويها لهن وتنبيها لهن، ليس تشريفا لهن ولكن تنبيه، تنبيه. إذا بدأ باب التنبيه ليس باب التشريف، وإلا فإن الرجال في قيامهم على الشرع أقوى من النساء، أقوى من النساء، إلا من رحم الله عز وجل. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، القانتين أي المديمين على الطاعة، والقانتات المديمات على الطاعة. يا مريم اقنوتي لربك، أي أديمي طاعة ربك، واسجدي واركعي مع الراكعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مديما طاعة الله عز وجل، متواصلا في طاعة الله عز وجل. فكل من لازم الطاعة كان قانتا، كل من لازم الطاعة كان إيه؟ كان قانتا. إذا ليس المقصود بالقنوت إن هو الدعاء في صلاة الفجر، لا، ولكن المقصود بالقنوت وماذا؟ المداومة على الطاعة، المداومة على الطاعة. والقانتين والقانتات، والقانتين والقانتات. وقد ورد في بعض الأحاديث أن المرأة لو أيقظت زوجها، لو أيقظت زوجها ثم صليا في جوف الليل أربع ركعات لكانت بذلك من القانتات، وكان زوجها من القانتين. إذن المقصود بذلك المواظبة وعلى طاعة الله عز وجل. والصادقين والصادقات، الصدق إما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في العمل، الصدق إما أن يكون في الخبر، جزاكم الله خير، إما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في العمل.
فالصدق في الخبر أن يوافق الكلام مقتضى الحال. موافقة الكلام لمقتضى الحال يبقى ده صدق. ها؟ فلو واحد مثلا بيشتغل نجار وقال أنا بشتغل حداد يبقى صادق؟ لا، لأن الكلام لم يوافق الحال. طيب لو قال ماذا تعمل؟ قال أنا نجار، إذا هو إيه؟ صادق. لكن الصدق هنا فين؟ في الخبر. الصدق هنا في الخبر. طيب إذا كان الرجل لا نعرف صدقه من كذبه، كيف نحكم على الصدق والكذب؟ من خلال القرائن. من خلال ماذا؟ القرائن. فلو قلنا لرجل هل أنت متعلم؟ قال نعم أنا معي مثلا الدكتوراه. طب قلت له طب والله هناك خطاب أتى لي ولا أعرف قراءته، فمسك الخطاب بالمقلوب ثم أخذ ينظر فيه قال إن هذا خط غير واضح والخط واضح. يبقى لو مسك الخطاب بالمقلوب والكلام واضح وقال الكلام غير واضح، إذن هذا دليل على ماذا؟ الصدق ولا الكذب؟ الكذب. ماشي؟ إذن تعرف المسائل بالقرائن التي تحف بالخطاب، التي تحف بالخطاب. إذن الصدق في ماذا؟ صدق في ماذا؟ في الخبر. صدق في الخبر. وكذلك الصدق في الخبر ده فيما يتعلق بالمخبر. طب وقد يكون الصدق في المخبر عنه، في المخبر عنه إذا كان الخبر، إذا كان الخبر مطابقا لما هو في الواقع. إذا كان الخبر مطابقا لما هو في الواقع، زي مثلا لما نقول لقد رأيت القمر، لقد رأيت القمر، أنا ما أعرفش هو صادق ولا كاذب. فلما طلعت نظرت كده في السماء وجدت الإيه؟ القمر. إذا هو أخبر بما هو إيه؟ بما موجود. ها؟ فيعتبر ذلك صدق في ماذا؟ في الخبر. ولذلك إذا أتى الثقة بالخبر قبلنا خبره سواء في نفسه أو في غيره. طب إما إذا أتى غير الثقة بالخبر هنا نتوقف، لا نصدق ولا نكذب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب بمفهوم المخالفة إذا جاءكم الثقة، يعني إيه معنى كلمة ثقة؟ كلمة ثقة لها معنيان، المعنيان مجتمعان. المعنى الأول العدل، اثنين الضابط. العدل اللي هو الدين، الضابط اللي هو المتين في نقله، المتين في نقله. يبقى الرجل الدين في ذاته، المتين في نقله، الاثنين يسموا ايه؟ بالثقة. إذا أخبر الثقة بالخبر قبلنا ذلك الخبر منه، سواء أخبر عن نفسه أو أخبر عن ايه؟ عن غيره. إذا ده صدق بالنسبة لإيه؟ للأخبار. صدق بالنسبة للأخبار. النوع الثاني من الصدق أن يكون في العمل، أن يكون في العمل. والمقصود الصدق في العمل أن تأتي بما هو مطلوب منك، أن تأتي بما هو مطلوب منك على الوجه المرضي عنه، على الوجه المرضي عنه. يعني لو أبوك قال لك يا ابني روح اسحب الجاموسة واربطها في الساقية واسقي النص فدان بتوع الفلفل دول، بس خلي بالك ما تخليش الأرض تغمرها مية، يا دوبك بس تنسمها مية كده، تنسمها مية، لأن الفلفل ما يحتاجش تغرق الأرض، نسمها مية. الفلفل مش زي الرز، الرز عامل زي السمك كده لابد ميه كتير يبلع فيها كده، فنسمها بس. في حد هنا فلاح؟ في حد هنا؟ كان ده مظبوط يا ابني؟ يبقى الرز بيحتاج ايه؟ ميه، تغرق ميه. لكن الفلفل تنسم الارض كده، خلاها صينيه بس. صاحبنا راح رايح غرق الارض ميه.
إذن هو أتى بالمطلوب لم يأتي بالمطلوب، إذن عمل ده أتى بالصدق في عمله ولا خان في عمله؟ خان في عمله. وهذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في سورة الأمثال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأيضا في سورة الأنفال ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول، إذا الإنسان يخون الله والرسول إنه يأتي بالمطلوب ولكن ليس على الوجه المرضي عنه، بالخيانة، بخيانة، يأتي بالمطلوب ولكن ليس على الوجه الايه؟ المرضي عنه، يبقى دي خيانة. إذا نحن في صلاتنا قد نكون خائنين لله والرسول، أيوة بنصلي ولكن ننقر في صلاتنا، يبقى دي خيانة، خيانة في الصلاة. ماشي؟ مصلي ولكن عقولنا ليست في الصلاة، إذا هذه خيانة في الصلاة. لا تخونوا الله والرسول، أي لا تأتوا بالمطلوب منكم شرعا ولكن لا يكون ذلك المطلوب على الوجه المرضي عنه. لكن إذا أتينا بالمطلوب على الوجه المرضي إذا هذا صدق في ماذا؟ صدق في العمل. إذن عندنا صدق في الخبر وصدق في العمل. صدق في الخبر المطابقة، صدق في العمل الانقياد، الانقياد اللي هو امتثال الطاعة ولكن على الوجه المرضي عنه. إذن الصادق هو الذي أتى بالأمرين معا، صدق في القول وصدق في العمل، صدق في القول وصدق في العمل، وهذا ومعنى الصدق. فيبقى قوله سبحانه وتعالى والصادقين والصادقات. طيب والصابرين، مسألة مهمة جدا يا أخوانا، لماذا أتى بالصبر بعد الصدق؟ ليه؟ لأن الصدق في إيقاعه يحتاج إلى صبر، الصدق في إيقاعه يحتاج إلى صبر، فرب صدق يؤدي إلى هلكة فيما يبدو لك وفيما تتصور فتظن أن نجاتك من ذلك الأمر لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالكذب. فهذا الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. فالصدق في كثير من المواقف يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. فالصدق في الخبر يحتاج إلى صبر، والصدق في العمل يحتاج إلى صبر. ولذلك الصبر صبر في الطاعة وصبر الأذى يحتاج في معالجته إلى صبر. ولذلك ناسب أن يكون قوله تعالى والصابرين والصابرات بعد قوله سبحانه والصادقين والصادقات. قوله والخاشعين والخاشعات، فالخشوع صفة من صفات الإيمان وعلامة عليه، وعلامة عليه وأثر من آثاره. ولذلك في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عندما قال ألا أخبرك بأول شيء يرفع، أي من العلم، والحديث أخرجه البغدادي في اقتضاء العلم العمل وغيره وإسناده حسن. ألا أخبرك بأول ذلك يرفع، أي من العلم، الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا. قال سبحانه وتعالى والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، والحافظات أي والحافظات أيضا لفروجهن، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الجميل
إنما يكون لمن حقق الصفات السابقة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم انظر إلى قوله سبحانه أعد الله لهم مغفرة. المغفرة فيها توفيق عظيم وفيها رحمة سابقة، لأن فيها ستر العيوب، فيها ستر العيوب والتجاوز عن الذنوب، وهذا كله لمن حقق الصفات الماضية. قوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هناك بعض الآثار المروية في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب زينب بنت جحش، فظنت أن هذه الخطبة إليه صلى الله عليه وسلم، فلما أنهت أمرها إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزوجها لمن؟ لزيد بن حارثة، فغضبت. فأنزل الله تعالى قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فوافقت بعد ذلك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت من زيد بن حارثة وكان منشأ ذلك الأمر أن زيد بن حارثة كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن من الأحرار الأقحاح، والقرشيون يأنفون من أن يزوجوا بناتهم لغير الأحرار، ولكن الإسلام عود المسلمين أن الحكم والمرد في الأمور كلها ليست القبيلة ولا النسب، وإنما هي ماذا؟ الديانة، فلقد ورد أن أبا حذيفة الصحابي الجليل زوج مولاه سالم من من؟ من هند بنت الوليد بن عتبة، سبحان الله، وهي شريفة، زوجها لمن؟ لمولاه سالم وهو عبد معتق. وهذا فيه دليل لمذهب بعض أهل العلم أن الكفاءة في الزواج لا ترتبط بالنسب، وإنما مردها إلى الديانة. ولكن الذي عليه الجمهور كالإمام مالك والشافعي وسحنون من المالكية الكبار وغير واحد أن الكفاءة في النسب معتبرة، ولذلك قال عبد الله بن عمرو زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش، وما تميل إليه النفس لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة أنه لابد من اعتبار الأصل الذي نشأت منه الفتاة. دي مسألة مهمة جدا جدا، لأن الفرع يشابه الأصل، فما خرج فرع من شجرة إلا وهو منسوب لذلك الأصل، موسوم بهذا الأصل. يعني لو في هناك شجر التفاح، شجر اسمه شجر التفاح لها فروع
الفرع اللي طالع من الشجره ده يا ترى هيطلع علينا ايه؟ برنجان؟ ولا الفرع ده هيبقى عليه برضك تفاح؟ تفاح برضك. اذا هذا الفرع متأثل مبني على ذلك الاصل، مبني على ذلك الاصل. لو في هناك شجرة حنظل مرة هتطلع فرع ايه؟ هتطلع فرع تفاح ولا بركة تطلع فرع مر؟ هتطلع ايضا فرع مر. هذا في الغالب، هذا في الغالب. وإلا فربما نجد امرأة فاضلة من وسط قوم سوء ويكون حالها كحال زهرة الورد، فإن شجرتها تكون شجرة مليئة بالشوك، ولكن هي وردة إيه؟ وردة جميلة فواحة. يبقى الشجرة أصلها شوك، لكن هي إيه؟ لكن هي وردة جميلة فواحة. فيمكن أن نجد ذلك، ولكن هذا قليل، لكن هذا قليل. نعم نعم. فقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي لا يمكن أبدا. والكون المنفي إما أن يدل على ما لا ينبغي، ما لا ينبغي عرفا أو شرعا، عرفا أو شرعا. قول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان لبشر، إذا النفي هنا نفي ماذا؟ نفي شرعي. لا يمكن أبدا لرسول يجعله الله تعالى نبيا فبدل من أن يدعو الناس إلى طاعة الله وعبادته يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى طاعته وعبادته. كما ما حصلش أبدا هذا الكلام، ما يحدث أبدا. فكذلك قوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذن هذا لا يمكن شرعا أبدا، لا يجوز شرعا أبدا، لا يمكن شرعا أبدا لمؤمن ولا مؤمنة من الذين وصفهم الله تعالى بالصفات الماضية فيهم الصدق والصبر والقنوت والتصدق والقيام والذكر، ده كله لا يمكن لهؤلاء الناس أن يكون لهم قولا يخالفون فيه قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخيارة وصف من الفعل اختار بمعنى الاختيار، إذا الخيارة بمعنى الاختيار، أي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الاختيار ما حكم الله ورسوله. إذا لا يمكن لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم اختيار ما حكم الله ورسوله، ولكن حالهم وقولهم الانتهاء إلى حكم الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا، يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، أي عرفنا وسنمتثل وسنطبق. قال الله تعالى متواعدا لمن خالف ذلك وأراد أن يكون له خيارة مع حكم الله ورسوله، توعد الله تعالى من كان ذا شأنه بقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل طاعته وألا يجعلنا من أهل معصيته. نقف عند ذلك القدر وسنجيب على بعض ما تيسر من الأسئلة.